خالص التحية لكل ناطق بالعربية من القاهرة الإخبارية. مرحبا بكم مشاهدي الكرام في هذه التغطية التي لا تنقطع للعدوان الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة، ومرحبا بزميلتي الكريمة رغدة منير. أهلا بك محمد وطاب مساءكم. إذن التغطية مستمرة لتطورات المشهد الدامي للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يستتبعها من تفاعلات ميدانية وسياسية. محمد. نعم رغدة، فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية اليوم بلدات وقرى فلسطينية في الضفة الغربية حسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، مشيرة إلى وقوع مواجهات عنيفة في مخيم الفوار جنوب الخليل. وفي سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون إن الوزير لويد أوستن حث نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت خلال اتصال هاتفي على زيادة جهود حماية المدنيين في قطاع غزة وإيصال المساعدات والحد من عنف الإسرائيليين المتطرفين في الضفة الغربية. ولمتابعة المشهد في الداخل الإسرائيلي وكيف يبدو سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، ينضم إلينا من القدس المحتلة دنا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، كذلك من رام الله تنضم إلينا ولاء السلامين مراسلتنا كذلك من هناك. أرحب بمراسلتينا، أبدأ معك أولا دنا، كيف يبدو المشهد في الداخل الإسرائيلي؟ تفاعلات كثيرة مرتبطة أيضا بالتطورات الميدانية على الأرض وزيادة في حصيلة الخسائر في الصفوف العسكريين الإسرائيليين في غزة. نعم رغدة، بعد التحية دعينا نقول بأن الجيش الإسرائيلي يتغنى بأن التوغل البري للوصول إلى أي معلومات استخباراتية قد تصلهم إلى المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية هي سبب هذه التوغلات البرية والعدوان المتواصل على أهالينا سواء في شمال القطاع أو في جنوبه. ولكن بيان جيش الاحتلال الأخير كان قد قال واعترف بإصابة جنديين من جنود الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولة تحرير محتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وقالت هذه المنظومة الأمنية العسكرية بأنها قد حصلت على معلومات استخباراتية توضح بأن هناك أحد المحتجزين هناك وهو جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن عند وصولهم إلى المكان وكانوا متخفيين في سيارة الإسعاف كما قالت وأكدت فصائل المقاومة الفلسطينية، فقد وصلوا إلى المكان ولم يجدوا أي من المحتجزين أو حتى المعلومات التي كانوا قد توصلوا إليها استخباراتيا، ما أدى إلى اندلاع معارك ضارية مع قوات بين قوات الاحتلال وبين فصائل المقاومة الفلسطينية ونتج عنها إصابة جنديين. الآن المستشفى التي يرقد فيها الجنديان نتحدث وتحدثت في وسائل ولا قبل أن نغادر هذه النقطة، لأن هناك من التقارير الإعلامية التي تتحدث عما بثته الفصائل ونشرته إعلاميا من مقتل الأسير الذي تقول القوات الإسرائيلية إنها كانت تسعى خلال هذه العملية فجر اليوم في تحريره ومقتل عدد أو إصابة عدد من القوة الإسرائيلية. هل يوجد أي حديث أو ذكر على مثل هذه الأخبار؟ ونعلم تماما أن إسرائيل تفرض حظرا إعلاميا على مثل هذه الأخبار، ولكنها تجد لها منفذا للولوج إلى الداخل الإسرائيلي. صحيح، وهذا ما أيضا تحدث فيه بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن هنالك بعض المعلومات التي لم تتأكد منها المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسها خبر مقتل الجندي المحتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وقالت بأن التحقيقات ما زالت مستمرة للوصول أو التأكد من هذه المعلومات، ولكنها في المقابل لم تنفي هذا الخبر. هذا يعني بأنه من المرجح أن تكون هذه الرواية الفلسطينية هي رواية صحيحة، وبأن يزداد ويرتفع أعداد القتلى من الجنود الاحتلال في هذه المعارك. اللافت هذه المرة إن كان هنالك صح القول بأن هنالك مقتل جندي فهذا سيكون نتيجة هذه المعارك الضارية المتبادلة بين قوات الاحتلال وبين فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذا ما يزيد غضب الشارع الإسرائيلي، وذلك بسبب الإعلان الأخير أيضا بأن هنالك كان مقتل ضابط إسرائيلي أو جندي إسرائيلي بنيران الأباتشي الإسرائيلية، وهذا ما يخيف الشارع الإسرائيلي وعائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية بأن نيران الأباتشي ونيران المدفعية والقذائف الصاروخية قد تصيب أبنائهم المحتجزين هناك. كنت أتحدث أن الجيش الإسرائيلي كان قد أعلن عن فشل
هذه العملية لإطلاق سراح المحتجز لدى فصائل المقاومة الفلسطينية، وكان قد سبقه قد أعلن عن مقتل أيضا جنديين في صفوفه ليرتفع العدد الإجمالي إلى 98 من الجنود القتلى في المعارك البرية سواء في شمال القطاع أو حتى في جنوبه. وعلى المستوى السياسي كانت هنالك تصريحات نقلتها القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد أبلغت بايدن أنها تحتاج من 3 إلى 4 أسابيع لإتمام عملياتها العسكرية في داخل خان يونس وفي داخل جنوب القطاع، ولربما تحتاج إلى عدة أشهر أو حتى إلى شهر من شهر إلى عدة أشهر لانتهاء كافة العملية. هذا يأتي ردا على التصريحات التي كانت قد خرجت فيها سواء وسائل إعلام أمريكية أو وسائل إعلام إسرائيلية تقول بأن بايدن قد أبلغ رسميا الحكومة الإسرائيلية بانتهاء العمليات في نهاية هذا العام أي نهاية هذا الشهر، ولكن حتى بيانات الحكومة الإسرائيلية خرجت لتوضح هذا البيان وتقول وتفصله بأن بايدن يقصد في هذه المرحلة وهذه النافذة الزمنية هي انتهاء المعارك الحالية أي التوغلات البرية والمعارك التي تحدث، وبأن تستطيع إسرائيل مواصلة العمل لحماية نفسها من أن لا يتكرر مشهد 7 أكتوبر على حد تعبير وسائل الإعلام العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي. هذا أيضا يتماهى مع المكالمة التي أجريت بين جالانت وبين أوستن الذي كانت هذه المكالمة مفادها العديد من النقاط، أهمها هي ضرورة ووجوب تأمين الحماية للمدنيين في خان يونس وفي جنوب القطاع، كذلك الحال التأكيد على الدعم الأمريكي المتواصل وبإعطاء الشرعية الدولية والضوء الأخضر لإسرائيل في حق الدفاع عن ذاتها وعن نفسها، كذلك الحال تحدث عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية وزيادة الإغاثات الإنسانية إلى قطاع غزة، وهذه هي المعادلة الجديدة الأمريكية، مزيد من المساعدات الإنسانية، مزيد من الوقت للعمل في داخل القطاع والتوغل البري أكثر فأكثر. أيضا فحوى هذه المكالمة كانت تتحدث وتركز أيضا عن العلاقات المتوترة ما بين الحدود الشمالية وجنوب لبنان والتخوف الأمريكي، وخاصة بأنه تم الإعلان عن مقتل عنصر من الجيش اللبناني على حد تعبير هذا الخطاب أو هذه المكالمة، والإعلان عن مقتل إسرائيلي أيضا مدني نتيجة الرشقات المتبادلة ما بين وبين الحدود الشمالية. نعم دانا، ننتقل الآن إلى الزميلة الكريمة ولاء السلامين في رام الله. ولاء، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصل بنظيره الإسرائيلي وقال له هونا هونا خففوا العنف في الضفة الغربية، خففوا استهداف المدنيين في غزة. فيما يتعلق بتخفيف العنف في الضفة الغربية وخصوصا عنف المستوطنين، تحذير لويد أوستن أثمر تخفيفا للعنف فعلا يا ولاء في رأيك؟ أهلا بكم. بالعكس، يعني هذه الأقاويل وهذه التصريحات نراها فقط على الإعلام، ولكن ما نراه على أرض الواقع هو زيادة العنف ووتيرة الأحداث في الضفة الغربية. على سبيل المثال، ما حدث صباح اليوم من اقتحام لمخيم الفال، استشهاد 6 فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت المخيم ودفع الشبان الفلسطينيين والمقاومين الفلسطينيين عن هذا المخيم بكل ضراوة وبكل ما أوتوا من قوة بشبكات مسلحة وحتى بالحجارة وعبوات ناسفة محلية الصنع. نتحدث عن ارتقاء هؤلاء الشبان الفلسطينيين الذين لن تتجاوز أعمارهم عن 30 عاما في مخيم الفارعة. أيضا الحديث يدور، وخاصة أن أطباء بلا حدود قالت أن الاستهداف واضح للفلسطينيين وأن الفلسطينيين والاستهدافات التي ممنهجة في الضفة الغربية، يعني قبل 7 أكتوبر كانت الاستهدافات للفلسطينيين على الأطراف ويقوم الجنود الاحتلال بإطلاق الرصاص عليهم على الأطراف في الجسد، ولكن ما نراه حاليا هي وضوح وما ينقل للمستشفيات الفلسطينية، إما أن تكون في الرأس وإما أن تكون الاستهداف في الجذع وأيضا في منطقة البطن، وهذه المناطق هي حساسة لدى جسم الإنسان، لذلك لا يسع للمركبات أو الطاقم الطبية الإسعافات تقديم الإسعافات الأولية ونقله للمستشفيات، ولربما في الطريق الواصل ما بين الحدث وأيضا إلى المستشفيات الطبية يتم الإعلان عن استشهاده. أيضا ما نراه على أرض الواقع وما حدث في مخيم
مخيم جنين، مخيم طول كرم، ومخيم نور شمس، وغيرها من المخيمات الفلسطينية ومدن الضفة الغربية. إعاقة لتحركات الإسعاف والطواقم الطبية، حصار للمستشفيات، تدقيق في هويات الأطباء والطبيبات، وأيضا منعهم من مواصلة عملهم. كل هذه الأعمال التي تشير إلى أن العنف هو متزايد، وما حصل أيضا في جنوب مدينة الخليل بتدمير شبكات التجمع وتجمعات وتدمير شبكات المياه عفوا للتجمعات في مسافر يطا، ونتحدث أيضا ما حصل بخلة الضبع خلال هذا اليوم بتصاعد لوتيرة الأحداث، وأيضا ضرب المستوطنين للفلسطينيين والفلسطينيات سواء في جنوب الضفة الغربية وحتى في شمالها. نتحدث عن موسم قطف الزيتون الذي لن يتسنى للمواطنين والمزارعين الفلسطينيين من قطف ثمار الزيتون. بفعل أن قوات الاحتلال وأيضا المستوطنين قاموا بقطف ثمار الزيتون. تعرفين ولا ماذا يسمون ذلك؟ الفلسطينيين يسمون ذلك موت وخراب ديار. ولا ذكرت صحيفة التايمز البريطانية بالأمس أن فريقا عسكريا بريطانيا موجود في رام الله لتأهيل السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، ما صحة ذلك إن كانت لديك معلومات بشأنه؟ يعني قد تداولت وسائل الإعلام نيويورك تايمز وغيرها من الصحف الدولية وأيضا الأمريكية والبريطانية بهذه الأقاويل، ولكن يعني تصريحات السلطة الفلسطينية لم تتمخض ولم تتحدث عن هذه الإجراءات، ولكن لا سيما وسائل الإعلام الدولية هي تقول بهذه الأقاويل، ولا يوجد أي تصريحات من قبل السلطة الفلسطينية. السلطة الفلسطينية ما تصرح به سواء وزارة الخارجية الفلسطينية وأيضا رئاسة الوزراء هي تكثف الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان على قطاع غزة ووقف دائم لإطلاق النار فقط، وليس ما هناك ما تتحدث عنه، وخاصة أن بعض الإعلام الإسرائيلي تحدث بأنه لن توجد سلطة فلسطينية في قطاع غزة ولن تكون هناك حماس، وسيكون هناك ما أبعد ما أن يكون إلى السلطة الفلسطينية، وخاصة بأن نتنياهو قال بأن رئيس محمود عباس لم يدن هجوم 7 أكتوبر. هذا يعني أن قوات الاحتلال وأيضا بنيامين نتنياهو أراد من الرئيس محمود عباس أن يدين هذا الاقتحام وأيضا دخول الفصائل الفلسطينية على غلاف غزة وما قامت به من أعمال مقاومة، وليتسنى لها بأن يعني تقوم بتخريب الصف الوطني، وتشيد بأن السلطة الفلسطينية هي دائما واقفة مع الإسرائيليين. ولا لو تكرمتي في جملة واحدة بالتحديد من فضلك، في جملة واحدة ذكرينا بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة لإدارة غزة بعد نهاية الأحداث قريبا إن شاء الله. بالتأكيد يعني السلطة الفلسطينية تقول دائما أن قطاع غزة هي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية ومن السيادة الفلسطينية، وعندما يتحدث مجلس الأمن والأمم المتحدة عن حدود 4 حزيران عام 67 والضفة الغربية وقطاع غزة هي جسد واحد لا يمكن تفرقته، وخاصة بالقرصنة على أموال الفلسطينيين، وعندما تمثلت بالسلطة الفلسطينية التي رفضت استلام هذه المقاصة التي تشبهها من أموال الضرائب، بفعل أنها هي قوة احتلال متواجدة على الأراضي الفلسطينية، وكانت قد خصمت أموال قطاع غزة، بفعل لا تريد أن تصل هذه الأموال إلى قطاع غزة، وهذا ما رفضته السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس. وأفر امتناني لزميلتي الكريمتين ولاء السلامين من رام الله ودانا أبو شمسية من القدس المحتلة. إذن مشاهدي الكرام، 63 يوما وآلة القتل الإسرائيلية لم تشبع بعد بما حصدته من أرواح الفلسطينيين في غزة، ما يناهز 18,000 شهيد ثلثاهم أطفال ونساء، حصيلة لم تكفي جيش الاحتلال ليوقف قصفه القطاع جوا وبحرا وبرا، هجمات واستهدافات طالت أنحاء القطاع كافة، لكنها تتركز منذ استئناف الحرب على المناطق الجنوبية في وقت
تتعالى فيه المناشدات والنداءات الدولية بضرورة وقف العدوان الإسرائيلي ولو مؤقتا لإفساح المجال أمام إغاثة من تبقى على قيد الحياة في غزة. نداءات ومناشدات تتردد على مدار اليوم داخل أروقة الأمم المتحدة، وتحديدا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي اليوم التي خصصت لغزة. الكل اتفق في نيويورك على ضرورة إتاحة فرصة لتدفق المزيد من المساعدات والدعم للقطاع وسكانه، لكن ذلك التوافق مشوب بالتخوف من أن ينتهي اليوم من دون إقرار ما يأمله المشاركون والمتابعون في ظل تحذيرات متوالية من أن الوضع في غزة قد يصل إلى ما يتجاوز الكارثة. ينضم إلينا الآن من استوديو النيل بالقاهرة الإعلامي العربي الكبير حسين عبد الغني. مرحبا بك أستاذ حسين. أظنك مثلي لا تحبس أنفاسك في انتظار التصويت على مشروع القرار الإماراتي الذي قدم نيابة عن المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، والذي يدعو لوقف إطلاق النار بعدما أعلن نائب المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن الدولي أن أمريكا لا توافق على وقف إطلاق النار. أنت لا تحبس أنفاسك أستاذ حسين. أبدا ولا أنتظر خيرا من النظام الدولي الذي قودته الولايات المتحدة الأمريكية بشكل كامل في هذه الحرب، وجعلته لا يساوي حتى مساهمات الدول الأعضاء في موازنتي. باختصار شديد، المندوب الأمريكي جار بشكل كامل المندوب الإسرائيلي في جلسة مجلس الأمن، وهم باختصار شديد ما زالوا يرون أن الحل هو القضاء على حماس، وأن لا يكون هناك لها أي مستقبل في قطاع غزة. وأنا أعتقد أنه كل المؤشرات بعد مرور 63 يوم كما تفضلت في المقدمة تثبت أن هذا ما زال هدفا بعيد المنال، وأن الوقت وصمود المقاومة والغضب الشعبي في العالم والداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية يعملان جميعا ضد إسرائيل، ويعملان لصالح تأكيد أن اكتتاز حماس واكتتاز المقاومة والحديث المبالغ فيه وكأن هذه العملية ليس لها طريق إلا الانتصار هو أمر مشكوك فيه إلى حد كبير. طيب أستاذ حسين، يعني اتصالا بالمواقف الأمريكية، وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن كان له اتصال هاتفي مع يوف جالنت، وما زال الحديث الأمريكي حول حماية المدنيين، العمل على تقليص الخسائر البشرية، المساعدات. ما هو العدد المناسب الذي تراه الولايات المتحدة مناسبا بالنسبة للضحايا من الفلسطينيين، كي ترى بأن إسرائيل تراعي ما تحث عليه في هذه الحرب؟ يا سيدتي، هناك يعني نوع من أنواع الاتفاق في التحليلات التي تتجاوز الأزمات الطارئة في تحليل نظام القيم، أن جزءا من
ارتباط الولايات المتحدة بالانحياز الأعمى لإسرائيل، ليس فقط أنها تقوم بدورها كوكيل للمصالح الأمريكية وأنها أداة إسرائيل الوظيفية كما قال أحد أهل سيناتور من كينيدي، أنها عين وسمع إسرائيل في المنطقة، ولكن أيضا هذا الإعجاب المتبادل أن هذا نوع من أنواع الاستعمار الاستيطاني العنصري الذي يقوم على تفوق عرق أو شعب، تفوق مدعى بالتأكيد، وأن ما تقوم به إسرائيل هو تكرار لما فعلته الأوروبيين البيض وأقاموا به الولايات المتحدة من إبادة للسكان الأصليين من الهنود الحمر وغيرهم. وبالتالي ليس هناك رقم يكفي الولايات المتحدة للضحايا، هم لا يتعاملون مع العرب والفلسطينيين باعتبارهم أرواح متناسبة أو متساوية مع أرواحهم، وهم في التحليل الأخير يشبهون إسرائيل، أن العربي الجيد هو العربي الميت. أستاذ حسين، بايدن دعا الكونغرس الأمريكي للموافقة على مد إسرائيل عاجلا وليس آجلا ب 45 ألف قذيفة مركافا لإمداد دباباتها الوديعة بالذخائر اللازمة التي يبدو أنها تتناقص في مخازنها. كلام صناع سلام يا أستاذ حسين فيما يبدو. هذا هو عين القصيد بالضبط، هذا هو ما تقاس به المواقف الحقيقية وليس الادعاءات. ويقول البيت الأبيض نشعر بقلق شديد من الضحايا المدنيين ونشعر بغضب لأن سمعتنا أحرقت في الشرق الأوسط. كل هذا هو كتاب العلاقات العامة الذي يضحكون به على الغافلين من العرب، ولكن الحقيقة هي 45 ألف قذيفة. الحقيقة هي ما تتحدث عنه صحيفة إسرائيل هيوم وتقول نقلا عن محادثة تمت قال فيها بنيامين نتنياهو أن الهدف الأساسي لنا الآن هو المزيد من السلاح، المزيد من الذخائر من الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الذخائر يدعي بنيامين نتنياهو أنها قوضت جزءا مهما من قوة حماس، خاصة القنابل شديدة الانفجار والصواريخ التي يتم توجيهها بالليزر بدقة شديدة. لابد أن نحصل على المزيد منها قبل أن تضغط المظاهرات الشعبية في الغرب وقبل أن تضغط المظاهرات في الولايات المتحدة على الرئيس الأمريكي، فيفكر مرتين قبل الاستمرار في هذا الجسر الجوي من الأسلحة الذي لا أول له ولا آخر. وبالتالي هذا هو المعيار، قبل أن تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مد إسرائيل بالأسلحة وقبل أن تسمح لمجلس الأمن الدولي بإصدار قرار أممي بوقف فوري لإطلاق النار، لا تحدثني عن الولايات المتحدة، بل أنا أقول لك لا تحدثني عن إسرائيل. ليس هناك شيء إسرائيل، بجرة قلم يستطيع الأمريكيون أن يوقفوا هذه الحرب فورا إذا أرادوا. أكثر من 14 رئيس أمريكي تعاقبوا على البيت الأبيض منذ النكبة وقيام دولة الكيان الإسرائيلي، ولم يفعل منهم واحد منهم شيء لصالح الحق الفلسطيني. كلهم عملوا فقط من أجل إسرائيل، بما فيهم الذين تفاوضوا على معاهدات سلام مثل كارتر وكلينتون ومثل كيسنجر أو غيره. وبالتالي أنا أقول حتى في هذا الصراع لا تحدثني عن إسرائيل. كان بوسع الولايات المتحدة الأمريكية أن توقف هذه المجزرة والمقتلة إذا أرادت، أنها لا تريد لأنها تعلم أن مصالحها هي مصالح إسرائيل، وأن القضاء على مقاومة الشعب الفلسطيني وعلى حقه في الحصول على حقوقه المشروعة هي مصالحها. هي لا تريد إلا هذا الجسم الغريب الموجه أساسا وبشكل كامل إلى حقيقة الوضع الجيوستراتيجي الفريد لمصر، موجه ضد مصر أساسا وامتدادها الأسيوي الذي يربطها بالشام ويجعلها
غصبا عن الجميع دولة كبيرة في الإقليم، وبالتالي كان لابد من وقف هذا الامتداد الأسيوي المصري ومن فصل مصر عن مشرقها العربي. وبالتالي أنا أقول لك بشكل واضح، ما لم تقوم الولايات المتحدة بوقف امتدادات السلاح وبالسماح بقرار أممي، ليس هناك أي أمل في أن تتوقف المجزرة القائمة في غزة. وأقول لك أيضا أن هناك عجزا عربيا وإسلاميا شاملا، كل الدول العربية قلوبها شتى وكل واحد منها يتصرف حسب مصلحته الثنائية. ما نجحت فيه الولايات المتحدة الأمريكية منذ كيسنجر وحتى الآن أنها استطاعت بطريقة خبيثة للغاية خلق مصالح استراتيجية ثنائية بينها وبين كل دولة عربية. هذه المصالح تقيد القرار الاستراتيجي وقرار السياسة الخارجية للدول العربية وتجعل كل واحد منها تتخذ مواقف متناقضة. أنا قلت لك منذ أول يوم أخي العزيز الأستاذ محمد، هذه الأزمة بدت وكأنها الناس يتصرفون فيها على أن اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، يعني دول المواجهة أو دول الطوق مثل مصر والأردن ولبنان مهددين بخطر وجودي سواء من النزوح الفلسطيني من غزة إلى سيناء أو الترانسفر أو الوطن البديل، طرد الفلسطينيين في الضفة الغربية وبعد ذلك لاحقا من فلسطين 48 إلى الأردن وتهجير البعض إلى لبنان. هذه الدول هي التي يدها في النار. أما الباقي فيتصرف مع موضوع غزة وكأنها مجرد اسمح لي دقيقة واحدة، وكأنها مجرد كارثة إنسانية في الكونغو أو كارثة إنسانية في الملايو، أي الموضوع كله موضوع مساعدات إنسانية. لا، تذكر أن الدول الموجودة في منطقة الخليج لم تفعل شيئا تجاه هذه الأزمة إلا بعض المساعدات الإنسانية، وبعض هذه المساعدات لم يصل بسبب كما تقول مصر باستمرار العرقلة التي تقوم بها إسرائيل لدخول المساعدات من المعبر. كنت أود أن أطور الفكرة التي عرضتها لنا ببراعتك المعهودة أستاذ حسين عن دول الطوق. دعنا نتحدث تحديدا بشأن مصر. مصر تواجه حالة يبدو أن الإرادة الإسرائيلية استقرت على تنفيذها، وهي حالة انتهاك حدودها، وهو انتهاك له معنيان. المعنى الأول تصفية القضية الفلسطينية وتحديدا في غزة، تمهيدا لتصفيتها في الضفة الغربية بعد قليل ربما، والأردن مفتوحة يعني لما لا. الأمر الثاني هو انتهاك فكرة الدولة المصرية ذات الحدود وذات السيادة على أرضها إلى آخره. موقع أكسيوس الأمريكي قال إن مصر حذرت بلهجة شديدة الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أنه تنفيذ هذا السيناريو اقتحام حدودها سيؤدي إلى قطيعة، قد يؤدي إلى قطيعة بينها وبين إسرائيل. أولا، هذا يردع صانع القرار الإسرائيلي ويدفع الولايات المتحدة الأمريكية للضغط عليه كي يعود عن غيه؟ ثانيا، كيف ستكون مواقف الدول العربية إذا ما تضررت مصر هذا الضرر الفادح يا أستاذ حسين؟ شوف، أنا بعتقد أنه يعني هناك فيديو يتداول هذه الأيام، ربما سربه بعض من أنصار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك لحوار داخلي يبدو أنه كان بينه وبين أعضاء في الحزب الحاكم في ذلك الوقت. هذا الفيديو يقول فيه الرئيس الأسبق مبارك بمنتهى الوضوح: لا تتصور أن، ردا على سؤال لأحد الأعضاء، لا تتصور أن هناك بلدا عربيا سيقف مع الفلسطينيين في مواجهة أمريكا. ثم اختتم حوارا طويلا بقوله: الهدف من كل ما تفعله الولايات المتحدة وإسرائيل هو إضعاف مصر. إذا كان الرئيس الأسبق وهو كان يحافظ على
كل مقتضيات التسوية مع إسرائيل ويحرص على عدم الاصطدام معها، كان يفهم هذه المعادلة. أنا أقول لك بصراحة التعبير الذي استخدمته أستاذ محمد كان دقيقا للغاية. هناك إرادة إسرائيلية بالغة الوقاحة ولفرض التهجير القسري على بس. الصحف الأمريكية والإسرائيلية والأوروبية تتحدث عن وفد إسرائيلي جاء لإجراء حوارات مع الدولة المصرية، ويقول وتقول هذه التقارير أن المصريين لم يقتنعوا بما قاله هذا الوفد من أن إسرائيل لا ترغب فعلا في التهجير القسري، أي أن المصريين تعاملوا مع هذا الوفد كما يقول مع هذا الوفد كما يقول المثل الشعبي: أسمع كلامك صدقك وشوف أمورك أستعجب. كل شيء تفعله إسرائيل بدعم كامل من الولايات المتحدة يسير في اتجاه التهجير القسري. ده غويترش يا رجل النهاردة خرج عن شعوره وقال لك كل ما يحدث من انهيار لن يؤدي إلا إلى نزوح فلسطيني من قطاع غزة إلى إسرائيل. هذا أمين عام الأمم المتحدة الذي يفترض أنه شخص محايد ويخشى من غضب الأمريكيين أكثر مما يخشى من زوجته. وبالتالي أنا أقول لك بمنتهى الوضوح والصراحة، أستاذ حسين عفوا للمقاطعة، لكن الزملاء أوردوا الآن خبرا عاجلا إذ أكدت وزارة الخارجية المصرية أن محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح لا تعبر إلا عن يأس أصحابها. وقالت الخارجية المصرية إنها تكرر مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أو المزايدة أن السلطات المصرية وهي وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة. إذن مشاهدي الكرام، مرة أخرى أكدت وزارة الخارجية المصرية أن محاولات البعض تحريف تصريحات رسمية بشأن إجراءات دخول الأجانب إلى مصر من قطاع غزة عبر معبر رفح لا تعبر إلا عن يأس أصحابها. وقالت الخارجية المصرية إنها تكرر مجددا وبما لا يدع مجالا للشك أو المزايدة أن السلطات المصرية وحدها ودون غيرها التي تتولى إجراءات عودة المصريين من قطاع غزة. مرة أخرى نعتذر من الإعلامي العربي الكبير حسين عبد الغني، سنؤجل استكمال الفكرة أستاذ حسين، وأرجو أن تمسك بالخيط الذي في النقطة التي وصلنا إليها، لأننا ننتقل الآن إلى جلسة مجلس الأمن الدولي التي يصوت فيها في هذه اللحظة على مشروع القرار الإماراتي نيابة عن المجموعة العربية. نذهب إلى الجلسة. أقترح أيضا أن ينضم المراقب الممثل دولة فلسطين، دولة المراقب الدائم لدى الأمم المتحدة إلى الجلسة. تقرر ذلك أيضا. مجلس الأمن الآن سيبدأ نظر البند المطروح على جدول الأعمال. أمام أعضاء المجلس مشروع القرار حامل الرمز اس شريطة 2023 شريطة 970 الذي قدمته أفغانستان وأنتيغوا وبربودا وأندورا والعربية السعودية والأرجنتين وأذربيجان والبهاما وجزر البهاما والبحرين وبنغلاديش وبربيدس وبيلاروس وبلجيكا وبليز وبنين وبوليفيا والبوسنة والهرسك وبوتسوانا والبرازيل وكمبوديا وتشاد وشيلي والصين وكولومبيا وجزر القمر والكونغو وكوستاريكا وكوبا وجيبوتي ومصر والسلفادور
والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وإسبانيا وإثيوبيا والاتحاد الروسي وفيجي والفلبين وفنلندا وغامبيا وغرينادا وغويانا وإندونيسيا والعراق وأيرلندا وأيسلندا وجامايكا والأردن وكازاخستان وكينيا وكرغستان والكويت وليسوتو ولبنان وليبيا ولوكسمبورغ ومدغشقر وماليزيا والجزر المالديف ومالطا والمغرب والمكسيك وموريتانيا وناميبيا ونيكاراغوا ونيجيريا والنرويج وعمان وباكستان وبيرو وبولندا والبرتغال وقطر وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو جمهورية لاوس الديمقراطية الجمهورية الدومينيكية وسان مارينو وسان فينسنت والجرانادينز وسانت لوشيا والسنغال وجزر سيشيل وسنغافورة والصومال وسريلانكا وجنوب أفريقيا والسودان وسورينام وتايلاندا وتاجيكستان وتيمور ليست وترينيداد وتوباغو وتركيا وأوغندا وأوزبكستان وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي. والآن أعطي الكلمة إلى أعضاء المجلس الذين يرغبون في إلقاء بيان قبل التصويت. أعطي الكلمة للإمارات العربية المتحدة. السيد الرئيس، إن مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة والذي حصل في أقل من 24 ساعة من دعم 99 دولة عضوا واضح في نيته وقف إطلاق نار إنساني فوري، يؤكد القرار مطالب المجلس أن تمتثل جميع الأطراف بواجباتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وبالتحديد فيما يتعلق بحماية المدنيين، ويطالب بإطلاق سراح جميع الرهائن فورا وبلا شروط، ويطلب إلى الأمين العام أن يبلغ المجلس بشكل عاجل ومنتظم بخصوص تنفيذ القرار. القرار موجز وبسيط وحيوي، وهو يثني على النداءات لوقف إطلاق النار جاء على لسان قادة العالم والمنظمات الإنسانية ومؤخرا على لسان الأمين العام في خطابه الاستثنائي. لقد سرعنا في عملية المفاوضات لأنه بعد 63 يوما من النزاع وبعد مقتل أكثر من 18,000 شخص لم يتبقى أمامنا لا ما نفعله ولا ما نقوله سوى إنهاء هذه الحرب. إن ضرورة إنقاذ أكبر قدر من الأرواح الآن يجب أن يتجاوز ويتخطى أي اعتبار آخر. السيد الرئيس، إن اعتماد القرار 2712 مؤخرا كان مهما ولكن غير كاف، لابد أن يتوقف قصف غزة، لابد من إيصال المساعدات الإنسانية بالحجم المطلوب ويتعين حماية أرواح المدنيين بما في ذلك الرهائن الإسرائيليين. أتضرع إليكم جميعا أن تصوتوا لصالح مشروع هذا القرار. شكرا سيدي الرئيس. أشكر ممثل الإمارات العربية المتحدة على مداخلته وأعطي الكلمة الآن لممثل الاتحاد الروسي. شكرا سيدي الرئيس. لم يتمكن مجلس الأمن منذ شهرين من أداء المهمة التي كلف بها والمتمثلة في صون الأمن والسلام الدوليين من خلال وقف حمام الدم الذي نشهده في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي إسرائيل، وليس لذلك سوى سبب واحد هو الأنانية الولايات المتحدة الأمريكية وتعنتها وانحيازها والتي تمنع مجلس الأمن من التدخل. وطوال ذلك الوقت فإن أعضاء المجلس لم ينفكوا يسمعون واشنطن تكرر أنها ستطلع بدبلوماسية خفية في حين أن الجميع يجب أن يقف في الجانب في الوقت الذي
يتباهى فيه ممثل الولايات المتحدة الأمريكية في ردهات الدبلوماسية الدولية، والنتيجة واضحة، حمام مسم دم للمدنيين الفلسطينيين. لقد قتل الآلاف من الفلسطينيين، والقصف بلا هوادة الذي يستهدف المدارس والمستشفيات ومنشآت الأونروا متواصل. وتنوي إسرائيل اليوم إغراق الخنادق والأنفاق بمياه البحر، بما سيكون لذلك من تداعيات وخيمة. ها هي الدبلوماسية الأمريكية تخلف وراءها الأرض المحروقة والدمار من جديد. ولا يسعنا سوى أن نقول أن من الصعب أن نتوقع أي منطق من الإدارة الأمريكية الحالية، وعلينا ألا نوهم أنفسنا بهذا الشأن. أيها الزملاء، الوضع حاليا استثنائي، يتعين علينا أن نتصرف. أيها الزملاء الأعزاء، كيف ستفسرون لمواطنيكم والذين يخرج مئات الآلاف منهم للتظاهر في المدن الغربية والأمريكية، ما ستقولونه لهم لو أنكم واصلتم رفض وقف إطلاق النار هذا؟ كيف ستواجهون شركاءكم في الشرق الأوسط الذين يتطلعون لاعتماد مشروع القرار هذا نهار اليوم؟ أملي أنكم تفهمون أن ما من أحد سينسى ذلك، لا في المنطقة ولا خارجها. يطالب العالم بأسره اليوم حماية غزة من الدمار الشامل، من الإبادة الكلية لسكانها. علينا أن نختار اليوم، نحن مخيرون بين الالتحاق بالمجتمع الدولي المتحضر والذي يطالب بإنهاء العنف، أو أن نجد أنفسنا في الطرف الخاطئ من التاريخ مؤيدين أفعالا همجية وغير إنسانية. التاريخ لن يغفر لنا ذلك. إن الاتحاد الروسي يدعو مجلس الأمن منذ أيام وأسابيع للاستجابة لطلبات وقف إطلاق النار وفورا، وفي 16 من أكتوبر المنصرم كنا قد قدمنا مشروع قرار في هذا الاتجاه، ولكن للأسف وبسبب مواقف الوفود الغربية فإن هذا المشروع باء بالفشل. واليوم 8 ديسمبر، وللأسف فإننا أهدرنا وبلا طائل شهرا ونصف. علينا اليوم أن نحيي مهنية وشجاعة الدبلوماسية العربية، وفي طليعتها الإمارات العربية المتحدة التي تولت مسؤولياتها وقدمت هذا النص الضروري الذي يدعو لوقف إطلاق النار. نحن نعلم أن من حيث الشكل فإن هذا النص يندرج في العرف العريق لنصوص مجلس الأمن بشأن الملف في ملف الشرق الأوسط، ونحن مقتنعون أن أيا كانت نتيجة تصويت اليوم فإن أبو ظبي قدمت مساهمتها لأشغال مجلس الأمن، ولا ننسى ذلك. وأما زملاؤنا الغربيون فأمامهم فرصة لعلها الأخيرة أن يكفروا وأن ينضموا لصالح هذا المشروع، أملنا أنهم سيستغلون هذه الفرصة. شكرا. أشكر ممثل الاتحاد الروسي على بيانهم. سأطرح الآن مشروع القرار للتصويت. أدعو مؤيدي مشروع القرار الورد في الوثيقة S/2023 على 970 لرفع يدهم. المعترضون؟ الممتنعون؟ نتائج التصويت كالآتي: 13 صوتا مؤيدا، صوت معارض، وامتناع. لم يعتمد مشروع القرار نظرا لتصويت عضو دائم في مجلس الأمن بالنفي. سأعطي الكلمة الآن لأعضاء المجلس الراغبين في الإدلاء ببيان بعد التصويت. أعطي الكلمة لممثل الإمارات العربية المتحدة. السيد الرئيس، خاب أمل الإمارات العربية المتحدة عميق الخيبة بعد عدم اعتماد هذا القرار. للأسف وأمام بؤس لا يوصف، فإن المجلس لم يتمكن من المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني. سأكون صريحا وواضحا،
في ظل التحذيرات الخطيرة للأمين العام ونداءات الأطراف الإنسانية والرأي العام العالمي، فإن هذا المجلس بات معزولاً وبشكل متزايد، يبدو وأنه بات منفصماً عن وثائقه التأسيسية. ما هي رسالة نوجهها للشعب الفلسطيني إن نحن لم نتمكن من الاتحاد وراء نداء يدعو لكف قصف غزة بلا هوادة؟ بالفعل ما هي الرئاسة التي نواجهها للمدنيين في العالم بأسره الذين قد يجدون أنفسهم في وضع مماثل يوماً ما؟ السيد الرئيس، إن نتيجة المحبطة لهذا التصويت لن يثبطنا عن عزيمتنا مواصلة دعوة أعضاء المجلس للالتئام وإنهاء العنف في غزة. على هذا المجلس أن يتحد وأن يتصرف لإنهاء هذه الحرب، وسنواصل الإلحاح على ذلك نحن الإمارات العربية المتحدة. شكرا. أشكر ممثل الإمارات العربية المتحدة وأعطي الكلمة للولايات المتحدة الأمريكية. شكرا سيدي الرئيس. أيها الزملاء، على الرغم من عملية متسرعة والافتقار لمشاورات مناسبة من مقدمي هذا المشروع، فإن الولايات المتحدة الأمريكية قد انخرطت بنية صادقة في هذه المفاوضات، واقترحنا صياغا باتجاه نص بناء كان من شأنه أن يعزز الدبلوماسية التي نطلع بها منذ 7 أكتوبر للسعي لإيصال المساعدات الإنسانية داخل غزة والتشجيع على إطلاق سراح الرهائن ودعوة لهدن إنسانية ووضع اللبنات الأساسية لبناء السلام. وللأسف فإن جميع توصياتنا قد جرى تجاهلها، ونتيجة لهذه العملية المتسرعة فإن المشروع جاء غير متوازن وبعيدا عن الحقيقة، لا يمكننا من التقدم في الميدان بأي شكل ملموس، ومن ثم فإننا وبالأسف لم نتمكن من تأييد هذا النص. لا نستطيع أن نفهم لحد الآن لما رفض ممثلو مقدمو هذا النص نصا يندد بأفعال حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، هجوم قتل أكثر من 1200 شخص نساء وأطفالا ومسنين، أناسا من عدد من الجنسيات، أحرقوا أحياء، أطلقت النار عليهم وراحوا ضحية عنف جنسي مشين، وإن مقدمي مشروع القرار لم يقدموا لا تعازيهم ولا تمديدهم بأفعال القتلة، ونحن لا نستطيع أن نفهم ذلك إطلاقا، كما أننا لم نسمع أي تمديدا شأن العنف الجنسي الذي شنته حماس في 7 أكتوبر. إن هذا المجلس على مدى العقدين المنصرمين لطالما أكد على ضرورة أخذ كل بلاغات العنف الجنسي أثناء النزاع على محمل الجد، ومع ذلك فإن هذا المجلس والكثير من أعضائه ظلوا صامتين بشكل مريب أمام التقارير التي تفيد بارتكاب حماس أعمال عنف جنسي وجنساني في 7 أكتوبر. إن هذه الحوادث يجب التحقيق فيها والتنديد بها كما نفعل في أي نزاع آخر، وخاب أملنا أيضا بسبب عدم إدراج مقدم القرار نصا يؤكد على ضرورة سماح للجنة الدولية للصليب الأحمر الدخول وتقديم المساعدة للرهائن الذين ما زالت حماس والإرهابيون الآخرون يحتجزونه، وإن مقدم المشروع لم يقدم رفض نصا يشير لمواصلة هدن سياسية لتسريح الرهائن وإيصال المساعدات. كانت هذه الصيغة من شأنها أن تنجح لو أن حماس كانت قد وافقت على إطلاق سراح الرهائن من النساء والأطفال، كما أن هذا النص لم يعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهابيين عملا بالقانون الدولي. هذا حق مكفول لجميع الدول، وكما قلت في وقت سابق من نهار اليوم، لا يمكن ولا يجب لأي دولة أن تتقبل وتتحمل ما فعلته حماس في 7 أكتوبر. لو أن أي واحد من بلدانكم كان قد استهدف على هذه الشاكلة لكنا قد توقعنا من هذا المجلس أن يؤكد على حقنا في حماية مواطنينا. ولعل وهذا بعيد عن الواقعية أن هذا المشروع يدعو لوقف إطلاق نار، وشرحت صباح اليوم لما يعد ذلك غير واقعي فحسب، لا بل خطر أيضا، لأن هذا سيترك حماسة في مواقعها مستعدة لاستجماع قواها وتكرار ما فعلته في 7 أكتوبر. أيها الزملاء، إن مسؤولا رفيع المستوى في حماس قال مؤخرا إنه ينوي تكرار ما حصل في 7 أكتوبر من جديد ومن جديد ومن جديد، وهو القرار يعني أن
على إسرائيل أن تتقبل ذلك وأن تسمح بهذا الترعيب أن يتواصل. هذا لا يطاق، هذا غير واقعي، وهذا خير سبيل للتوصل للكارثة للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة برمتها. وما دامت حماس تتشبث بإيديولوجية الدمار، فإن وقف إطلاق نار لن يكون سوى مؤقتا، ولا شك أنه لن يكون مرادفا للسلام، وإن ما يترك حماس في زودة الحكم في غزة يحول دون بناء الفلسطينيين غدا أفضل لذواتهم. ولهذا السبب، وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد سلاما دائما يمكن كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من العيش بسلام، فإننا لم نتمكن من دعم نداء هذا القرار لوقف إطلاق نار غير مستدام من شأنه أن يزرع بذور الحرب المقبلة ليس إلا. أيها الزملاء، شأني شأنكم، ينفطر قلبي أمام الصور التي تأتينا من غزة وموت الآلاف من المدنيين بما في ذلك الأطفال. إن كل حياة فلسطينية بريئة تزهق مأساة تمزق أسرا ومجتمعات كاملة. وحري عن القول إن الولايات المتحدة الأمريكية تؤيد تجديد الهدن الإنسانية للسماح بإطلاق الرهائن وتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية حتى وإن دامت هذه الحرب لا يوما ولا أسبوعا إضافيا وإنما للأبد. سنكون واضحين إن رفض مقدمي مشروع القرار مقترحات الولايات المتحدة الأمريكية العقلانية ما حال دون تأييدنا هذا القرار، لأن هذا يحول دون بناء مستقبل جاد. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل عملها في دبلوماسية لإطلاق سراح الرهائن ولحماية المدنيين ولتوسيع إيصال المساعدات الإنسانية ولخلق فرص للإسرائيليين والفلسطينيين أن يتعايشوا جنبا إلى جنب في ظل الأمن والسلام. من جهة أخرى، علينا أن نضاعف من جهودنا لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني ولخلق الظروف المواتية لوصول تلك المساعدات لمن هم في حاجة يائسة للغذاء والماء والإيواء. نحن نعمل بلا كلل لذلك كل يوم مع إسرائيل ومع مصر ومع الأمم المتحدة ومع آخرين. وكما أكد الرئيس بايدن في الأسبوع الماضي وأقتبس، إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن طويل الأمد للشعب الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. انتهى الاقتباس. سنواصل العمل لتحقيق هذا الهدف، وكما قال وزير خارجيتنا فإن هذا السبيل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لإسرائيل اليهودية الديمقراطية ولتحقيق فلسطين التطلعات المشروعة بالحظي بدولة. الرئيس يشكر ممثل الولايات المتحدة الأمريكية على بيانه وأعطي الكلمة الآن لممثل فرنسا. السيد الرئيس، فرنسا منشغلة انشغالا عميقا أمام المأساة الإنسانية الدائرة في غزة حاليا. لقد دق الأمين العام رئيس ناقوس الخطر وكان محقا، ولهذا السبب صوتت فرنسا لصالح هذا المشروع. ولهذا السبب ها هي فرنسا تدعو لهدنة إنسانية جديدة ومستدامة وفورية تؤدي لوقف إطلاق نار مستدام. لا ترى فرنسا أي تعارض بين التصدي للإرهاب من جهة وحماية المدنيين من جهة أخرى في ظل التقيد الصارم بأحكام القانون الإنساني الدولي. وكانت فرنسا قد ودت تمكن هذا المجلس أخيرا من التنديد بالهجمات الإرهابية التي ارتكبتها حماس المجموعات الإرهابية الأخرى في 7 أكتوبر المنصرم. وللأسف ومجددا فشل هذا المجلس بسبب انقسامه وبسبب رفضه الخوض الحق في المفاوضات في الوقت الذي تتفاقم فيه الأزمة في غزة وتهدد بالانتشار، وها هو المجلس ليس في مستوى المهمة الأساسية التي كلفها بها الميثاق. ومع ذلك فإن فرنسا عازمة على العمل لتعبئة صفوف هذا المجلس بشأن جميع جوانب هذه الأزمة، الشق الأمني والسياسي بشكل خاص والإنساني. أشكر ممثل فرنسا على بيانه والكلمة الآن لممثلة مالطا. شكرا سيدي الرئيس.
أشكر أولاً الإمارات العربية المتحدة على ما تبذله من جهود بلا كلل بشأن هذا القرار، ويؤسفنا عميق الأسف أن هذا المجلس لم يتمكن من الدعوة لوقف إطلاق نار المسلمة على الرغم من الحاجة اليائسة لذلك. إن الأمين العام في رسالته للمجلس مشيراً للمدى 99 من الميثاق نقل رسالة صريحة: الوضع في غزة بات لا يطاق وكارثي في ظل إلحاق القتال معاناة لا توصف وفي ظل وجود البنى التحتية على شفير الانهيار، في ظل ما حدث أن نحن منشغلون بالغ الانشغال حيال عدم تحسن الأوضاع منذ هجوم حماس 7 أكتوبر، نندد بهذا الهجوم على إسرائيل وشعبها بما في ذلك العنف الجنسي وتدنيس الجثث، وندعو لإطلاق سراح جميع الرهائن بشكل عاجل وغير مشروط وكامل عملا بقرار 2712، وإن تنفيذ هذه القرارات بات يكتسي أهمية متزايدة. وفي حين نعترف بحق إسرائيل في الدفاع عن ذاتها، فإننا نجدد تذكيرنا بأن العملية العسكرية يجب أن تمتثل القانون الدولي بما في ذلك التناسب والتحوط، وكما قلنا صباح اليوم فإن حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية والعاملين الإنسانيين يجب أن يحظى بالأولوية، على جميع الأطراف أن تمتثل بواجباتها بموجب القانون الدولي. إن تدهور ظروف الإنسانية السريعة في غزة يجب معالجتها بشكل عاجل، وهذا يجب أن يضم وصول المساعدات الإنسانية الآمنة وبلا عائق للأمم المتحدة والوكالة الإنسانية وتيسير إيصال الخدمات والسلع الأساسية لرفاه المدنيين في طلعاتهم الأطفال، كما أن تعزيز الإمدادات لاستجابة الاحتياجات السكان المدنيين أمر عاجل. كل هذه إجراءات أساسية مطلوبة لإنقاذ الأرواح ولمنع المزيد من الدمار وانهيار النظام. إن جهودنا الدبلوماسية يجب أن تتوجه لاحتواء مخاطر انتشار هذا النزاع. علينا أن نسعى تمهيد الطريق لسلام وأمن مستدام للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وإن معايير ذلك معروفة وأصبحت جلية في خضم هذه الأزمة المروعة: إعادة الالتزام لسلام شامل في الشرق الأوسط يعطي الأولوية لحل الدولتين، أمر بات يكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى. شكرا، أشكر ممثلة مالطا على بيانها، أعطي الكلمة الآن لممثلة المملكة المتحدة. شكرا سيد الرئيس، نشعر بالقلق البالغ إذا الوضع المأساوي في غزة، إن حجم الوفيات المدنية والتشرد في غزة لا يمكن أن يستمر. نحن رحبنا بالهدنة الإنسانية والتمديد فيها في الشهر الفائت وإطلاق سراح الرهائن وتسليم المساعدات الإنسانية خلال هذه الفترة، ونحن ندعو لهدنات أطول لتقديم المساعدة إلى الفلسطينيين ولإتاحة المجال أمام إطلاق المزيد من الرهائن، ولكن لا يمكننا أن نصوت لصالح قرار لا يدين الجرائم الفظيعة التي ارتكبتها حماس ضد المدنيين الإسرائيليين الأبرياء في 7 أكتوبر. إن الدعوة لوقف إطلاق النار يتجاهل واقع أن حماس ارتكبت أعمال إرهابية وما زالت تحتجز المدنيين كرهائن. يجب أن تتمكن إسرائيل من مواجهة التهديد الذي تمثله حماس، ويجب أن تفعل ذلك بشكل يمتثل للقانون الإنساني الدولي كي لا تتكرر هجمات 7 أكتوبر من جديد، وكي نعمل بشكل ناجع وهادف للوصول إلى تنفيذ حل الدولتين الذي يسلم أو يقدم دولة الفلسطينيين والأمن لإسرائيل والسلام للشعبين. لذلك امتنعنا عن التصويت على هذا القرار. شكرا سيد الرئيس.
أشكر سعادة ممثلة المملكة المتحدة على هذا البيان. والكلمة الآن لسعادة ممثلة سويسرا. شكرا السيد الرئيس جمانة. تمكنا جميعا من الإعراب عن موقفنا في هذا الصباح. اسمحوا لي أن أتقدم بالملاحظات الإضافية التالية. صوتنا لصالح القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة، مع العلم أن وقف إطلاق النار الإنساني هو هدنة إنسانية لا يؤثر في حق إسرائيل في الدفاع عن أمنها وسلامتها. للأسف أن هذا القرار لم يعتمد، وشكرا. أشكر سعادة ممثلة سويسرا على هذا البيان. والكلمة الآن للصين. شكرا السيد الرئيس. السيد الرئيس، بدورها تشكر الصين الإمارات العربية المتحدة على الجهود الحثيثة التي أفضت إلى إعداد مشروع القرار هذا. وفي هذا القرار طلب لوقف إطلاق نار فوري في غزة وإطلاق سراح كافة الرهائن. هذا المشروع حظي بعدد كبير من الدول الراعية للقرار، ونحن كنا من ضمن هذه الدول. نأسف أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقد ضد هذا القرار. شهران من القتال تسببا بدمار وموت غير مسبوقين. إن وقف إطلاق النار الفوري هو شرط أساسي في هذه المسألة. أي سلوك سلبي غير مقبول وأي تبريرات هي ضعيفة. نشير إلى أن التسامح مع استمرار القتال، وفي الوقت ذاته الادعاء بأنكم قلقون بشأن حياتي وسلامة السكان في غزة واحتياجاتهم الإنسانية، هذان أمران يتعارضان. إن التسامح مع استمرار القتال والدعي إلى والدعوة لمنع توسع تبعات هذا النزاع، هذان يتعارضان. التسامح مع استمرار القتال وذكر حماية للنساء والفتيات وحقوق الإنسان، إذن هذا النفاق، وهذا يظهر من جديد معنى ازدواجية المعايير. صحيح أن حق النقد استخدم ضد مشروع القرار هذا، إلا أن الدعوات القوية من المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار وإنهاء القتال وتقديم المساعدة الإنسانية، هذه الدعوات لن تتوقف. والدعوات لكي يقوم المجلس بأداء مهامه لن تتوقف. ندعو إسرائيل إلى الاستماع إلى الدعوات من المجتمع الدولي ووقف العقاب الجماعي لسكان غزة، وندعو إلى جهود دبلوماسية إضافية لإطلاق سراح مبكر كل المحتجزين، وندعو كافة الأطراف المعنية بذل كافة الجهود نحو الهدف المشترك بإنهاء القتال في غزة وإبقاء أمل الحياة قائما للفلسطينيين وإبقاء أمل السلام في الشرق الأوسط حيا كذلك. شكرا السيد الرئيس. أشكر سعادة ممثل الصين على هذا البيان. الكلمة الآن لسعادة ممثلة غانا. شكرا السيد الرئيس. نشكر وفد الإمارات العربية المتحدة على اقتراح مشروع القرار هذا. صوتنا لصالح القرار لأننا نعتقد أن الوضع الإنساني في غزة يتفاقم بشكل كبير ويجب أن يعالج بسرعة لتفادي أي كارثة إنسانية. نحن نعترف برغبة المجتمع الدولي الكبيرة لوقف إطلاق نار إنساني فوري وبسرعة، ونحن نعتقد أن هذا القرار كان يمكنه أن يدين الجرائم الفظيعة التي والهجوم الفظيع الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر. كمجلس أمن علينا أن نعالج في قراراتنا كافة المسائل العالقة للمحافظة على موضوعية وشرعية المجلس لكي يتحرك كميسر صريح في التسوية هذه
للوصول إلى حل عادل. نأسف أن القرار لم يعتمد، ونعيد التأكيد على التزامنا بحل الدولتين، ونأمل أن أي تحرك مستقبلي للمجلس سيساعد في إنقاذ الأرواح. وأشكركم. شكرا لسعادة ممثلة غانا على هذا البيان. والكلمة الآن لسعادة ممثل الاتحاد الروسي. شكرا السيد الرئيس. لن نبالغ إن قلنا أننا اليوم سنعرف أحلك الأيام في الشرق الأوسط. من جديد الولايات المتحدة عرقلت الوصول إلى وقف إطلاق النار. إذن أمام أعيننا حكموا بالموت على عشرات الآلاف من المدنيين في فلسطين وإسرائيل، بما في ذلك النساء والأطفال والموظفين في الأمم المتحدة الذين يحاولون مساعدتهم. إن التاريخ سيحكم على هذه التحركات من واشنطن. يمكن أن نتحدث بشكل متهكم وأن نتحدث بشكل جائع، أو نستخدم عبارات جميلة مثل حقوق الإنسان والنظام العالمي القائم على القواعد وإلى ما هنالك، ولكننا شاهدنا الآن على القيم الحقيقية لهذا النظام عندما نرى أن عضوين في مجلس الأمن يفضلان التسامح مع سفك الدماء من إسرائيل. وأنا لا أقول ذلك لكي أقوم بإلقاء اللائمة عليهم، أنا على ثقة من أن نتيجة هذا التصويت لقيت صدى في الولايات المتحدة وفي المملكة المتحدة، والشعبان قاما بالدعوة لوقف إطلاق النار وتم تجاهل هذه الدعوات، ومع ذلك سيستمرون بالتعبير عن رأيهم. نحن في المجلس لم يتبقى لدينا ما نفعله سوى مضاعفة الجهود للتوصل إلى قرار سيخفف من معاناة المدنيين. في الحدود والقيود الصغيرة المتاحة لنا بفضل تحركات واشنطن ولندن، من الضروري أن نضمن التوصل إلى قرار. نتوقع من الأمين العام التقدم بمقترحات حول كيفية مراقبة تنفيذ القرار 2712 على الأقل كي نشهد على نتيجة ما. كما قلنا، إحدى الخيارات ربما توسيع ولاية الأنسو. بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن الأمين العام من جديد سيعرب عن رأيه. لا يمكننا أن نترك المدنيين الأبرياء في إسرائيل والفلسطينيين لرحمة من يعتبر الحرب لعبة جيوسياسية وطريقة لدرء الأرباح. شكراً على حسن الإصغاء. أشكر سعادة ممثل الاتحاد الروسي على هذا البيان. والكلمة الآن لسعادة ممثل اليابان. شكراً السيد الرئيس. مر أكثر من شهرين منذ الهجوم الإرهابي لحركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر، ثم الاستجابة العسكرية الهائلة من إسرائيل. بعد محاولات فاشلة متعددة تحدث المجلس أخيرا في 15 نوفمبر من خلال اعتماد القرار 1712. منذ ذلك الحين الهدنة الإنسانية لأسبوع في القتال أتاحت تقديم المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح وإطلاق سراح أكثر من 100 رهينة، ولكن بعد تفكك هذه الهدنة تدهور الوضع بسرعة مع جولة جديدة من الموت والتشرد والدمار. من الواضح أننا نحتاج إلى بذل المزيد من الجهود. نحن صوتنا لصالح مشروع القرار هذا لأن الخسائر في الأرواح المدنية سواء كانت فلسطينية أو إسرائيلية مأساوية بالفعل. في إطار الظروف الحالية نحن أيضا نأخذ على محمل الجد لجوء الأمين العام إلى المادة 99. تأسف اليابان أن هذا القرار لم يعتمد. علينا أن نذكر بأن
البلد الذي استخدم حق النقد يشارك في جهود دبلوماسية هائلة لإحداث فارق لتحسين الوضع الإنساني على الأرض. لذلك نحتاج إلى جهود مشتركة إضافية لإيجاد أرضية مشتركة ليتمكن المجلس من العمل معا من أجل شعب فلسطين وشعب إسرائيل وشعوب أخرى، وليس المشاركة في لعبة القائمة. في هذا الصدد يؤسفني البيان الذي سمعته من المتحدث الذي سبقني. السيد الرئيس، صحيح أن هذه النتيجة مؤسفة، ولكننا سنستمر بالعمل مع الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن لإيجاد خطوات مستقبلية. وشكرا. أشكر سعادة ممثل اليابان على هذا البيان. والكلمة الآن لسعادة ممثلة ألبانيا. سيد الرئيس، صوتت ألبانيا لصالح مشروع القرار حول الهدنة الإنسانية في غزة، وهذا مشروع قرار قدمته الإمارات العربية المتحدة، وانضممنا إلى الدعوة من الأمين العام والوكالة الأممية لإنهاء الأعمال العدائية على الأرض لإتاحة وصول المساعدة الإنسانية إلى السكان في غزة وإلى كافة المدنيين الذين يعانون من هذا النزاع. نحن ندعم بقوة التركيز على حماية المدنيين وتنفيذ القانون الإنساني الدولي. فلنكن واضحين، نحن نؤيد الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني في غزة لإنقاذ المدنيين وليس لحماية حماس وإرهابيين آخرين. ولذلك لا يمكننا وعلينا ألا نعتبر أو أن يساء استغلال هذه الفرصة من حماس لشن هجمات إضافية ضد إسرائيل وشعبها كما فعلت منذ هجمات 7 من أكتوبر الإرهابية. ومجلس الأمن لم يتحرك لإدانة هذه الهجمات، وبالتالي من المهم بالنسبة لمجلس الأمن أن يبدأ بالتفكير بسرعة حول كيفية مساءلة حركة حماس على الهجمات الإرهابية في 7 من أكتوبر، والرهائن الذين لم يطلق سراحهم بعد، والعنف الجنسي الذي استخدم كسلاح إرهابي من حماس، والدمار الكبير الذي تسبب به على القضية الفلسطينية. أن سكان غزة يجب أن يرفضوا حماس وأن يعتنقوا مسار السلام لبناء مستقبلهم، والطريقة الوحيدة هي حماية حق إسرائيل في الوجود وأمنها من جهة، والفلسطينيين أن يحظوا بدولتهم وحريتهم من جهة أخرى. شكرا. أشكر سعادة ممثلة ألبانيا على هذا البيان. والكلمة الآن لسعادة ممثل جابون. أن جابون صوتت لصالح مشروع القرار المعروض علينا في هذا العصر من قبل الإمارات العربية المتحدة. فعلنا ذلك لأننا نفهم عبء المسؤولية. حان الوقت لإنهاء القصف المتكرر وسفك دماء المدنيين. من جديد هذا المجلس لم يتمكن من تجاوز خلافاته للاستجابة بشكل جماعي للوضع الفوضوي الذي يقع ضحيته كل من الرجال والنساء والأطفال في دمار غزة. من المؤسف أننا لن نتمكن إلى الوصول إلى وقف إطلاق النار في هذه الأمسية، وأن الحرب ستستمر بين حماس وإسرائيل. لا صدى للدعوات التي أطلقها الأمين العام بشكل استثنائي من خلال اللجوء إلى المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة التي تدعو إلى تحرك طارئ ومنسق لإنقاذ الأرواح البشرية، أرواح الآلاف من الأطفال والآلاف من النساء الذي لا يمكنهم اللجوء إلا للقانون الإنساني الدولي ولقرارات هذا المجلس. على هذا المجلس أن يستند إلى إنسانية كل عضو من أعضائه، وأن يقوم بالتحرك وأن يسعى لإنهاء الأعمال العدائية في غزة. على هذا المجلس أن يقوم بالتحرك أكثر كي يكون على قياس مسؤولياته، أي إنهاء الحروب أو منع الحروب. هذا المجلس ينبغي أن يعكس الضمير الإنساني. في هذه القاعة نحتاج في كل وقت إلى مكان لرفض
أعمال المروعة، ويجب أن يكون هنالك مكانا لاحترام القانون الإنساني، ويجب أن يكون هنالك مكانا للدعوة لوقف إنساني لإطلاق النار، وعلينا العودة بسرعة إلى هذا المكان كي نكون على قياس المسؤوليات المناطة بنا. وشكرا. أشكر سعادة ممثل جابون على هذا البيان، والكلمة الآن لسعادة ممثل البرازيل. شكرا سيد الرئيس، صوتنا لصالح مشروع القرار الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة بالنيابة عن المجموعة العربية، ونحن كنا من الدول الراعية للقرار، ونأسف أن القرار لم يحظى بالدعم الكافي على الرغم من الأصوات 13 لصالحه. إن المستوى غير المسبوق للمأساة الإنسانية التي تحصل في غزة تستوجب تحركا طارئا. مسؤوليتنا تقضي بمنع هذه الكارثة الإنسانية. كان من المفترض أن يحصل ذلك الآن من خلال المطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وتقديم المساعدة الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وبلا شروط، وإلا يكون المجلس يتسامح مع الخسائر الإضافية في الأرواح. إن أعضاء المجلس عليهم أن يطلعوا بمسؤولياتهم للقيام بما هو صائب. هذا ليس فقط ما تطالب به البرازيل، بل هذا ما تطالب به الإنسانية. فالتقاعس ثمنه باهظ سياسيا، معنويا وقانونيا. نحن ربما نلحق الأذى بأفاق حل الدولتين. ستستمر البرازيل بالعمل مع أعضاء المجلس بغية إعادة توفير الظروف المؤاتية للتحرك الإنساني في غزة. علينا أيضا أن نسعى للدفاع عن القانون الدولي وبشكل خاص القانون الإنساني الدولي بتحرك هادف. ثمة حاجة ملحة لإعادة تعزيز سلطة المجلس من خلال الاطلاع بمسؤولياتنا المشتركة لصون السلم والأمن من دون أي استثناء. بما أننا فشلنا مرة أخرى، ربما يجب أن نحاول الانخراط في عملية تفاوضية مسؤولة تضع مسؤولية إعداد مشروع قرار على كافة الدول الأعضاء. وشكرا. أشكر سعادة ممثل البرازيل على هذا البيان، وأعطي الكلمة الآن إلى سعادة ممثل الموزمبيق. Thank you, Mr. President. شكرا سيدي الرئيس. سيدي الرئيس، تأسف موزمبيق لأنه على الرغم من الجهود التي بذلها هذا المجلس لم يتمكن من التوصل إلى توافق للآراء وأن يعتمد مشروع القرار المطروح علينا، والذي كان المقصود منه التصدي للحالة الإنسانية الكارثية في غزة. صوتت موزمبيق لصالح هذا المشروع أملا منها في أن يفضي إلى وقف فوري لإطلاق النار على أرضية إنسانية، بما يخفف من معاناة المدنيين في قطاع غزة. إن الحالة الإنسانية المتردية في قطاع غزة ومعاناة الفلسطينيين المدنيين لا يمكن أن يتجاهلها أحد، ولا يمكن أن يتجاهلها هذا المجلس. هذا يؤكد على أنه على كل الأطراف أن تلتزم بموجباتها، بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والذي يقضي بضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية. تثني موزمبيق على الإمارات العربية المتحدة لما بذلته من جهد سعيا للتوصل إلى قرار توافقي لصون السلم والأمن في الشرق الأوسط، لا سيما بين فلسطين وإسرائيل. كذلك نعرب عن امتناننا ودعمنا الثابت لجهود الأمين العام في تصديه لهذا النزاع عملا بالمادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة. سيدي الرئيس، نؤكد من جديد على دعمنا الكامل للجهود التي تهدف إلى وقف الأعمال العدائية وإلى تنفيذ حل الدولتين بما يخدم مصلحة السلام والأمن بين فلسطين وإسرائيل، بحيث تعيش الدولتان جنبا إلى جنب بانسجام وسلام، وعملا بميثاق الأمم المتحدة وما به من مقاصد ومبادئ. شكرا. شكرا. أشكر مندوب موزمبيق الموقر، والآن سألقي بيان للتعليل لتصويت الإكوادور. كما قلت بالأمس،
وكما قال رئيس الإكوادور بالأمس في أثناء زيارته للأمم المتحدة، فإن بلادنا دائما ستدعم السلام ووقف إطلاق النار، ليس في غزة فحسب، ولكن في أي منطقة أخرى أو في أي إقليم آخر على وجه البسيطة. إذن تابعنا معكم مباشرة من نيويورك جلسة التصويت على مشروع القرار الإماراتي الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية بهدف وقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية وحماية المدنيين. فيتو أمريكي يفشل مجلس الأمن في جهوده لتمرير مشروع القرار الذي يهدف أو يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار للدواعي الإنسانية. كذلك امتناع بريطاني في مقابل 13 دولة صوتت بالموافقة على مشروع القرار، وبالتالي النتيجة هي أن مجلس الأمن يفشل في تمرير مشروع القرار الذي كان يهدف إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية العدوانية والدموية على القطاع. مشاهدي الكرام، بعد فاصل قصير نعود إليكم وتغطيتنا لا تنقطع. يا لها من كارثة أن يمنع المجلس مرة أخرى لأن يطلع بمسؤولياته ويكون على قدر اللحظة وعلى مستوى المسؤولية لمواجهة الأزمة التي تهدد الأرواح وتهدد السلم الإقليمي والدولي. ملايين الفلسطينيين، ملايين الأرواح الفلسطينية باتت على المحك، كل فرد منهم حياته مقدسة تستحق الحماية. فعوضا عن السماح لهذا المجلس بمباشرة ولايته بإطلاق دعوة واضحة بعد انقضاء شهرين من المذابح والمجازر بضرورة وقف الأعمال الفظيعة، فإن مجرمي الحرب قد أمهلوا وقتا إضافيا لكي يمعنوا في هذه المجزرة. كيف يبرر ذلك؟ كيف لأي شخص أن يبرر ذبح شعب كامل؟ أولئك الذين كانوا ينادون بإطالة أمد الهجوم من جانب، وفيما كانوا في الوقت نفسه يريدون إدانة الأعمال الفظيعة، ينبغي أن يقتنعوا اليوم أن تمديد أمد هذه الحرب إنما يشي بأن الأعمال الفظيعة قد ارتكبت بالفعل، وأن أرواحا بريئة قد قضت، وهذا إنما ينذر بمزيد من الدمار. هذا هو السبيل الذي تعتمده إسرائيل في حربها، وهو الأعمال الفظيعة. المئات سيقتلون غدا في هذا التوقيت، غدا مئات سيقتلون، ثم مئات، ثم مئات، ثم آلاف. الأطفال سيقتلون، الأطفال سييتمون، الأطفال سيجرحون، سيشوهون، سيصبحوا عاجزين مدى حياتهم. ولكن وذلك لماذا؟ لأن القاتل لا يأبه للحياة الفلسطينية، من المهد إلى اللحد وما وراء ذلك، وحتى في البرزخ، حتى أولئك الذين قتلوا كدسوا في مقابر جماعية أو تركوا تحت الركام. صرخات وصرخات، صرخات ستأتي من تحت الركام تصرخ طلبا للنجاة. هذه الكارثة الإنسانية ستصل إلى درك أسفل من ذلك،
من له أن يبرر هذا؟ من له أن يتحمل أن يشهد بأم عينيه مزيد من هذه الأهوال وأن يسمح باستمرارها؟ 2.3 مليون نسمة يجودون بأرواحهم ويدفعون ثمن ازدواجية المعايير والعنصرية والاستثناء الإسرائيلي بل والتفوق الإسرائيلي. إذا ما كنتم ضد الدمار وإذا ما كنتم ضد تشريد الشعب الفلسطيني ينبغي أن تقفوا ضد هذه الحرب، وإذا دعمتم هذه الحرب إذن فإنكم تمكنون أولئك من تنفيذ هذا التشريد وهذا الترحيل وهذا الدمار بغض النظر عن جهودكم. وأياً ما كانت هذه الجهود فالنتيجة واحدة، الكثير من الأرواح على المحك. إذا ما كنتم ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية فينبغي عليكم أن تقفوا ضد هذه الحرب، وإذا دعمتم هذه الحرب إذن فأنتم تمكنونهم من ارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية، وذلك بغض النظر عن نواياكم وبغض النظر عن جهودكم. فالنتيجة هي ما يهمنا، والنتيجة ما هي؟ هي أن الأرواح على المحك. وأخيرا اسمحوا لي أن أشكر دول 100، لأن الأرقام أخذ في التصاعد منذ أن تحدث زميلي من الإمارات العربية المتحدة. أقول من جديد اسمحوا لي أن أشكر الدول 100 التي في أقل من يوم واحد احتشدت لكي تشارك في رعاية مشروع القرار. كذلك أود أن أشكر أعضاء مجلس الأمن الذين صوتوا لصالح قرار بشجاعة وبإنسانية وبشعور بالكرامة الإنسانية الجميع 13 بما فيهم سيادتك سيدي الرئيس. أما نحن فلن نألو جهدا من أجل حشد كل الدول التي أوضحت مبدأها أوضحت موقفها مع الأمين العام والمجتمع المدني ومع شعوب العالم، الشعوب التي تتضامن معنا حتى نضع نهاية وحدا لذبح شعبنا. نحن لن نألو جهدا وسنبذل كل جهودنا من أجل محاسبة المسؤولين. نحن لن نتوانى أبدا في جهودنا لإعلاء القانون الدولي، كذلك لن نتوانى أبدا في الدفاع عن حق شعبنا الذي يحدث هذه الأيام سيكون له أثر مصيري على مصير منطقتنا وعلى رؤية كل دولة وعلى العلاقات بين المجتمعات وبين الشعوب وبين الأمم في جميع أنحاء العالم. هذا يوم فظيع مروع بالنسبة لمجلس الأمن، وأكرر هذا يوم مروع بالنسبة لمجلس الأمن. نحن نرفض هذه النتيجة وسنستمر في اللجوء إلى كل سبيل ودرب لإيقاف هذه الأعمال الفظيعة المروعة بما في ذلك استئناف الجلسة الاستثنائية للجمعية العامة. وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، وقف إطلاق النار، انقذوا الأرواح. كل يوم إضافي يعني أرواح أخرى تزهق، يقتل الناس بوتيرة غير مسبوقة في التاريخ المعاصر. هذا يعني أن الهمجية تسود وأن الإنسانية باتت يتيمة، ولكن الإنسانية ينبغي أن تسود الآن من أجل الشعب الفلسطيني في غزة ومن أجل الإنسانية. شكرا سيدي الرئيس. أشكر المراقب الدائم لدولة فلسطين المراقبة لدى الأمم المتحدة على بيانه. لا توجد أسماء أخرى على القائمة، رفعت الجلسة. إذن مشاهدي الكرام، عدنا اضطرارا لجلسة مجلس الأمن الدولي لأننا لا نستطيع أن نفوت كلمة مندوب فلسطين، وهي كلمة كعادته مست قلوبنا جميعا. الرجل يعرف قدر الألم الفادح الذي ضرب شعبه في غزة. الرجل تحدث عن ذلك وبدأ في حالة أشبه باليأس،
لكننا في كل الأحوال نقول له: سيد الكريم، اليأس طرف لا نمتلكه، ينبغي أن نحاول ثم أن نحاول ثم أن نحاول لكي نقي شعبنا بقدر ما نستطيع هذه الوحشية التي تنصب عليه برا وبحرا وجوا، محمية بالفيتو الأمريكي. رغدة اللافت للانتباه جدا، يعني أنا استمعت وشاهدت مع كل مشاهدي القاهرة الإخبارية كل وقائع هذه الجلسة، اللافت للانتباه مفردة بعينها استخدمها نائب المندوبة الأمريكية الدائمة في مجلس الأمن الدولي الذي كان رئيس الوفد الأمريكي في هذه الجلسة، وهي: انفطر قلبي من فرط الألم الإنساني في غزة. ينبغي بالفعل أن نكون في غاية الرفق بهذا المندوب الذي ينفطر قلبه، رغم أنه صوت ضد القرار الذي سيمنع انفطار قلبه، لكن قلبه مفطور المسكين. ندعو الله أن يكون المفارقة محمد ما جاء على لسان المندوب الصيني عندما قال إن الأمر لا يستوي أن تعارض الولايات المتحدة الأمريكية تمرير مشروع هذا القرار، وفي المقابل مندوبها مفطور القلب، صحيح، تدعو إلى حماية المدنيين ولا ترغب في توسيع رقعة الصراع، ووصف الموقف الأمريكي بالنفاق حرفيا. صحيح، هذا حرفيا هو التعبير الذي استخدمه المندوب الصيني. المندوب الروسي استخدم تعبيرات أخرى غير النفاق، لكن في مضمونها يتفق مع المندوب الصيني. صحيح. الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت حق النقد الفيتو ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الإمارات العربية المتحدة نيابة عن المجموعة العربية، وهو قرار، مشروع قرار بسيط للغاية. الفكرة فيه يا رغدة ليس أكثر من: أوقفوا المقتلة، أوقفوا المذبحة ضد المدنيين في غزة، حرفيا وقف إطلاق النار الفوري، السماح بدخول المساعدات. مشروع قرار من هذا النوع كيف يرفض؟ لا أعرف. دعنا نطرح هذه الأسئلة على ضيوفنا لتحليل أعمق. من رملة تنضم إلينا السيدة تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، وكذلك من بيروت ينضم إلينا العميد ناجي ملاعب، الخبير العسكري. أبدأ معك سيدة تمارا، لهذه الدرجة لا تعبأ الولايات المتحدة الأمريكية بما سوف تلاقيه ولقته سابقا وستلاقيه من انتقادات سواء من الداخل أو من المجتمع الدولي بناء على هذا الفيتو؟ بداية أسعد الله مساءكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ولمشاهديكم. كان من المتوقع أن تضع الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد الفيتو لأكثر من سبب. أولا، الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية أن تجعل إسرائيل أن تخسر هذه المعركة التي تريد أن تنفذ أهدافها الأمنية والعسكرية متمثلة بالقضاء على حركة حماس وأيضا تدمير الأنفاق العسكرية. والهدف الضمني الأكبر في هذه المعركة ليس القضاء فقط على حماس وأيضا المقاومة الفلسطينية، الهدف الضمني هو تحقيق التهجير. ما زال التهجير قائما في العقلية الصهيونية الأمنية داخل الواقع الإسرائيلي، وأيضا من ورائه الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية هي تعلم تماما أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تحقق أي صورة نصر. كيف سوف تقوم بوضع تصويتا من أجل وقف إطلاق النار، وحتى أن إسرائيل حتى هذه اللحظة لم تحقق أي صورة نصر أو انتصار في سياق هذه المعركة التي دخلت 3 أشهر داخل سياق هذه المعركة الحالية بين المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل. لذلك ما تم الإشارة إليه اليوم، أظهرت الولايات المتحدة الأمريكية أن من تتحدث عبر الإعلام شيء، وأيضا ترجمت هذا الأمر الواقع الإعلامي ترجمته فعليا واقع شيء آخر مختلف كليا، وهي منحازة كليا إلى إسرائيل بكل أفعالها وأقوالها وأعمالها وعتادها وتسليحها واستخباراتيا وكل الأدوات التي تقدم لإسرائيل.
إسرائيل، هي معنية بانتصار إسرائيل بأي ثمن، مهما كانت الانتقادات في الشارع العالمي، مهما كانت الانتقادات في الشارع الأمريكي، رغم أن هناك انقسامات داخلية أمريكية وهناك معركة انتخابية أمريكية بالنسبة لبايدن والديمقراطيين، هم يعتقدون كلما كان هناك تقديم دعم للإسرائيليون، كلما كان اللوبي الصهيوني سوف يرفع من منسوب الأصوات الانتخابية لبايدن. لكن هذا بالعكس صحيح، يعني الأصوات الانتخابية أصبحت الآن تتشتت نحو وبدأت الآن تنطلق نحو الجمهوريون وبالتحديد الفئة الشباب. هناك قرابة فئة 60% من الشباب بدأوا يتجهون نحو الجمهوريين، والواقع التصويتي بالنسبة لبايدن وصل الآن 34%. هذا يعني أن الواقع الصهيوني واللوبي الصهيوني الذي يسيطر على هذا الواقع الولايات المتحدة الأمريكية. اسمحي لي أستاذة تمارا، لأن التقارير التي تأتينا من الولايات المتحدة الأمريكية تقول أن حال المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل الرئيس السابق دونالد ترامب أسوأ كثيرا بالنسبة لنا وللفلسطينيين من جو بايدن. ترامب صرح قبل أيام قائلا بايدن غلطان، طبعا ينبغي أن تترك إسرائيل كي تتم مهمتها دون تقريع. كيف يقرع نتنياهو ويقرع إسرائيل؟ فيعني دعينا ننظر بحذر إلى التحول نحو الجمهوريين في واشنطن. أذهب الآن إلى سيادة العميد ناجي ملاعب في بيروت. سيد الكريم، كيف تفسر أنه فرنسا وهي حليف رئيسي من حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية يقول مندوبها هذا الكلام، أنه مجلس الأمن فقد معناه في الحقيقة، فقد دوره وصار ألعوبة بلا معنى ولا يستطيع أن يبت في أمر حياة أو موت من النوع الذي نناقشه الآن حرفيا. المفارقة هي سيادة العميد أنه فرنسا من الدول التي تزود إسرائيل بالذخائر وبالسلاح بلا انقطاع منذ بداية الأزمة في 7 أكتوبر. ما تفسيرك؟ أولا يعني أبدأ بتحية لك وللضيفة الكريمة، وأخالفك الرأي حول قصة الجمهوريين أو الديمقراط، لأن السيدة تمارا اعتمدت على جيل الشباب، وجيل الشباب غير ترامب. يعني جيل الشباب الأمريكي، هؤلاء الذين نزلوا إلى الشارع، هم من يعني قصدتهم السيدة تمارا دون شك. أنا فقط كنت أوضح أنه نعم، تحول هؤلاء إلى التصويت للحزب الجمهوري لا يعني بالضرورة أن هناك تحولا منتظرا في مواقف واشنطن تجاهنا. سيادة العميد، واشنطن أو من فرنسا أو من، تعودنا على لهجتين. حتى الإعلام، هناك سي إن إن يتكلم بلغتهم هناك وبلغتنا هنا. سي ان ان او اي يعني اعلام اجنبي يتكلم بالعربية هو يزايد عليك وعلي وعلى كل اعلامنا، يعني مع الاسف. ولكن لا اقيد على الاعلام، اقيد على المواقف الرسمية. في مجلس الامن، طالما ان هناك من سيستخدم حق الفيتو، تظهر فرنسا الرأفة والعطف وهذا الله الله، هذا هو مربط الفرس. سيادة العميد، المندوب الفرنسي متأكد انه المشروع لن يمر، يتحدث كما يشاء، يعني يبيع على ساحتنا. نعم نعم، ما نريده، ولكن في من تحت الطاولة يمرر كما قلت القذائف والصواريخ والحضور الرسمي، هو يضغط على لبنان. يأتي إلى لبنان مندوبه الوزير الخارجية السابق إلى لبنان، لا ليس لحل الأمور كان مكلفا فيها من دول الخمس لانتخاب رئيس، يأتي فقط لسحب حزب الله. سيادة العميد، والله أنا في غاية الألم، لكن لابد من الذهاب الآن لمؤتمر صحفي للمجموعة العربية في نيويورك يعقب هذه الجلسة التي خيبت آمالنا لمجلس الأمن الدولي. وافر امتناني لسيادة العميد ناجي ملاعب وللسيدة الكريمة الأستاذة تمارا حداد. أبواب مجلس الأمن حتى يتولى مسؤولياته من أجل إيقاف هذه الحرب الشعناء على الشعب الفلسطيني، لا سيما الأطفال الذين يمثلون أفضل ما لدينا.
وسنرجع مرة أخرى إلى الجمعية العامة ومواصلة الجلسة العاشرة الطارئة. إنه واجبنا أن نقوم بكل شيء في مساعينا لمساعدة الشعب الفلسطيني خاصة في غزة. لن نيأس ولن نتوقف عند أي حد حتى نصل إلى الهدف المنشود، وسننجح في ذلك. كان من الممكن أن نكون أملا جادا أن ننجح اليوم أو يوم أمس أو منذ شهرين مضوا، ولكن هناك أولئك الذين لا يرون الحقيقة كما يجب أن يروها، ولكن بمرور الوقت سيتعرضون للضغوط الرهيبة للإنسانية من جميع جوانب العالم بوجود مليارات الأشخاص الذين يطالبون بوقف إطلاق النار. كل الدول، كل الأمم، كل تقريبا الذين 15 دولة في مجلس الأمن الذين كانوا في الجانب الصحيح من التاريخ، نحن ممتنون لهم جميعا. بالطبع نحن مستاءون مثل بقية شعوبنا، لأن جميعنا ونظام الأمم المتحدة ونظام الجمعية العامة ومجلس الأمن وهم جميعهم مستاءون وغاضبون ومحبطون لأنهم رأوا هذه آلة الحرب الإسرائيلية الغاشمة التي تقتل آلاف الأبرياء، ولكن ليس بمقدور الأمم المتحدة أن تقوم بأي شيء. نحن محبطون وسنحترم نظام الأمم المتحدة وسنواصل جهودنا حتى نصل إلى الأهداف المنشودة ونحقق نتائج مختلفة وننهي هذا الكابوس على الشعب الفلسطيني. أنا واثق أن إخوتي وأخواتي حولي سوف نبذل قصارى جهدنا ونضافر جهودنا وفي مجلس الأمن، في الجمعية العامة مع سعادة الأمين العام، في كل مكون من مكونات الأمم المتحدة. نحن نمثل دولنا وشعوبنا ومؤسساتنا، وعلينا أن نقوم بذلك حتى نصل ونكون حتى نصل إلى توقعات شعوبنا منا. وأأمل أن ننهي هذه الحرب بأسرع ما يمكن في يوم أو يومين أو أيا كانت المدة، ولكن نحن عاقدون العزم على النجاح في هذه المهمة. هل هناك من أي من زملائي أو أصدقائي أو أخواتي يريد أن يلقي كلمة؟ ولكن إن أردت السؤال باللغة العربية سأقول الآن باللغة العربية. عملية لوقف ما يحدث في غزة، الخيارات الأخرى من ضمنها هناك مشروع قرار ربما يقدم قريبا باللون الأزرق. الأشقاء في مصر يقودوا هذه العملية، وبطبيعة الحال الأشقاء في الإمارات العضو العربي يقوموا بالتشاور مع أعضاء مجلس الأمن. ربما يكون من المفيد ومن الضروري أن يقدم هذا المشروع بأسرع وقت ممكن باللون الأزرق للتعاطي معه. هذا خيار آخر بالإضافة للريزوم سيشن للدورة الطارئة العاشرة المستأنفة في الجمعية العامة. أنا أختلف معك في مسألة الذهاب إلى رفح. أنا أعتقد أن هذا الجهد من قبل الأشقاء في دولة الإمارات والفكر المبدع لأختي العزيزة السفيرة لانا نسيبه التي يعني جاءت بهذه الفكرة المبدعة والتي تبنتها حكومة بلادها، وأنا رحبت بها باسم الشعب الفلسطيني وقيادته، لأنه علينا أن نأتي بأفكار مبدعة. فليذهب مجلس الأمن سواء بشكل رسمي أو غير رسمي ليرى بأم عينه ويصرخ من معبر رفح بما هو مطلوب من مجلس الأمن. أنا أعتقد أن هذه كمان خيارا آخر متاح إلينا، ونحن نرحب بكل الأفكار المبدعة التي يمكن أن تكون عند أي منا في ابتداع خيارات إضافية لتكثيف الضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي والمصابين بالعمى الذين يجب أن يروا الأمور بطريقة موضوعية وليس كما تزينها إسرائيل لهم.
أعتقد أن كل هذه الجهود ستثمر وإن شاء الله قريبا في الضغط على إسرائيل ومن يحميها في مجلس الأمن بأن يلتزم مجلس الأمن باعتماد قرار لوقف الإطلاق النار الفوري ووقف هذه المذابح ضد الشعب الفلسطيني في غزة. كلنا نتألم لعذابات الشعب الفلسطيني من المحيط إلى الخليج في كل دولة عربية، ونقدر هذا الموقف النبيل من الشعوب العربية وحكوماتهم والدول الإسلامية وعدم الانحياز وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ودول آسيا ودول عديدة في أوروبا وكل دول العالم. العالم كله مع الشعب الفلسطيني، العالم كله يتألم لأن الشعب الفلسطيني يتعذب ويقتل في غزة، والشعب الفلسطيني لن يفنى وسيخرج من هذه المعركة رافعا رأسه عاليا، لأن الشعب الفلسطيني لم يخلق ليفنى وإنما خلق ليعيش بحرية وكرامة في دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. شكرا جزيلا، وسنتواصل معكم في الأيام القادمة. إذن مشاهدي الكرام، كنا مع هذا المؤتمر الصحفي الموجز الذي عقدته المجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، والكلمة التي نقلناها لكم في مجملها كانت كلمة رياض منصور المندوب الفلسطيني الذي تحدث عن خيبة أمله، وهو يتحدث بلسان المجموعة العربية بأسرها، وأظن أننا نستطيع أن نمد خيبة الأمل هذه لتشمل عددا كبيرا من دول العالم التي كانت تعول على أن يمر مشروع القانون الإماراتي هذا، فيصبح هناك شرعية ما للضغط على إسرائيل كي توقف إطلاق النار. تصوروا مشاهدي الكرام، وتصور يا رغدة، أنه حتى لو لم تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقد وتفشل مشروع القرار الإماراتي هذا الداعي لوقف إطلاق النار، حتى لو لم تفعل الولايات المتحدة الأمريكية ذلك، وطبعا بريطانيا امتنعت عن التصويت كما تعرفون، فإنه ليس بالضرورة أن تستجيب إسرائيل لمشروع القرار هذا إن تحول إلى قرار. حتى لو تحول إلى قرار، كم من قرارات ضربت بها إسرائيل عرض الحائط ولم تنفذها؟ كم من قرارات لمجلس الأمن الدولي، كم من قرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة قال عنها المندوبون الإسرائيليون المتتالون في الأمم المتحدة إن مكانها سلة المهملات. تصوروا حرفيا إن مكان هذا القرار أو ذاك القرار سلة المهملات. دعنا نتعرف على التفاصيل وكواليس هذه الجلسة من نيويورك مع ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية. ياسر، إذن مجلس الأمن فشل في تمرير مشروع قرار إماراتي عربي لإقرار وقف إطلاق نار فوري للحاجة الإنسانية في غزة، ماذا لدينا في التفاصيل؟ رغدة، تحياتي لك ولمحمد وللسادة المشاهدين. بالفعل منذ الصباح الباكر في الساعة 10 صباحا بدأت جلسة مجلس الأمن، وتبعتها كلمات عديدة كما تبعنا من أنطونيو غوتيريش والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبطبيعة الحال إسرائيل. كل هذه الكلمات وكل هذا الضغط الدبلوماسي من المجموعة العربية، كما تحدث للقاهرة الإخبارية السفير ماجد عبد الفتاح مندوب الجماعة العربية، وأيضا يعني الدول الكثيرة رغبة التي أيدت هذا القرار خارج مجلس الأمن لم تفضي إلى شيء، لم تفضي إلا لهذا الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا من أسفل الطاولة كان هناك موافقة على هذا المشروع من فرنسا على سبيل المثال، والتي تعطي الأسلحة وتعطي كل الدعم لإسرائيل. يعني لم تكتفي بذلك يعني الولايات المتحدة الأمريكية من خلال 17 ألفا من الشهداء، لم يكتفي كل هذا يعني الزخم الشعبي الذي يحدث الآن، وأنا أتحدث معك هناك مظاهرة
كبيرة في وول ستريت، وهي هذه المظاهرة خرجت اليوم منذ الساعة الثالثة عصرا بتوقيت نيويورك رغبة للتنديد بالتمويل الأمريكي لإسرائيل. يعني هذه الجلسة خيبت الأمل، وكانت الكلمات جميعها تتحدث عن هدنة، الكلمة المقيتة كما يعني أسميها لممثل الولايات المتحدة الأمريكية، والذي كان منذ هذه الكلمة هي منسوخة ومكررة منذ أول جلسة لمجلس الأمن رغبة. تتحدث الولايات المتحدة الأمريكية أنها تبحث عن إدانة لحماس، إذا ما لم تجد هناك إدانة لحماس في أي مشروع تستخدم حق الفيتو. أيضا مسألة الحق في الحقيقة ياسر، دعني أوضح ما فهمته أنا شخصيا من مغالطات في كلمة نائب المندوبة الأمريكية الدائمة الذي تحدث في هذه الجلسة. المغالطة الأولى في تصوري المتواضع أنه تحدث عن مشروع بديل تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية وحاولت أن تقنع به الإمارات. هذا المشروع البديل يبدأ بديباجة فيها أنه حماس إرهابية ونحن نرفض ما فعلته في يوم السابع إلى آخره، وفي نهايته إشارة إلى الهدن الإنسانية، ضرورة إيجاد فرصة لتحقيق هدن إنسانية. الرجل قال ذلك حرفيا. هذه الهدن الإنسانية تتضمن إطلاق سراح كل الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة دون أن يترتب أي شيء على إسرائيل مقابل ذلك، إلا أنها وافقت فقط على الهدنة. إذن الرجل لم يتحدث عن أن المشروع الإماراتي تنقصه إدانة حماس، الرجل يتحدث عن مشروعه هو الذي تقدم به ورفضت الإمارات أن تتبناه، وتقدمت بمشروعها البديل الذي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية. يا ياسر، هو كذلك محمد، لكن يعني النقطة التي كنت أتحدث عنها هي نقطة بالفعل من المشروع الأمريكي الكبير الذي لن تقوم بالموافقة عليه المجموعة العربية، حيث أنه يعني صعب وبعيد المنال أن يعني يتم إخراج كل المحتجزين، ويتم أيضا إدانة حماس، ويتم كل هذا الأمور تقع فقط في الجانب الإسرائيلي. دعني أقول لك محمد بأن يعني بهذا القرار الذي صدر اليوم أو عدم الموافقة على هذا المشروع، سوف يتم أو كأنه ضوء أخضر في هذه اللحظة لإسرائيل أن تواصل العمليات. سوف تسمع معي وللأسف والسادة المشاهدين القتل والدمار المستمر. يعني الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية كما تحدث المندوبة الصينية أنها هناك إزدواجية ونحن في المعايير، وهذا يعني ونفاق كذا تحدث. يعني قد سمع العالم جميعه الآن سمع كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب بالدبلوماسية ومنطق قانون الغاب ومنطق القوة. محمد، حل القضية وحل هذه الأزمة وهذه الحرب لابد أن يكون خارج هذه القاعة المقيتة التي هي فقط للشو الإعلامي. لابد من موافقة الولايات المتحدة الأمريكية وإرغام إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية ترى الآن، وهذا هو كواليس الإدارة الأمريكية. محمد، للأسف وقتنا انتهى. زميلي الكريم ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، وافر امتناني عزيزي ياسر. إذن ختم هذه الساعة الإخبارية، ولقاء تالي على رأس الساعة.